شيخ الإسلام رحمه الله مما نقل عنه في الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، هذا الكتاب ليس بين يديه حتى أنظر فيه، ولكن مما نقلوه من باب التوضيح، لأنه لا بد أن تربط كلامه بكلامه في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى. قال: جمهور ما ينقلونه يعني الشيعة من الشريعة موافق لقول جمهور المسلمين. أولا ليعلم أنه لا يمكن أن يمدح شيخ الإسلام رحمه الله الرافضة، لا يمكن. لما؟ لأن له كتابا اسمه منهج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لا يمكن، وكتبه ملأ بذلك، وإلا يكون هذا من التناقض، ولا يكون شيخ الإسلام بهذا الفهم الذي فهمه هؤلاء، لا يمكن. ثم ليعلم أن الشيعة وصف تدخل فيها الرافضة الذين يبغضون أكابر الصحابة، يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان، أيضا يدخل في التشيع من يزعم الألوهية في علي رضي الله عنه، أيضا يدخل في التشيع من فضل عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، هو وصف عام. وليس معنى ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله يقر أن جمهور ما ينقله هؤلاء الشيعة الذين يبغضون أكابر الصحابة أنه موافق لجمهور المسلمين، هذا فيه تناقض، لأن كتبه الأخرى توضح وتبين هذا، وهذا يفهمه من لديه أقل علم بعلم شيخ الإسلام وبكتبه. ولذلك هم يقولون هنا دل على أن شيخ الإسلام مدح الشيعة. لما؟ لأنه اعتد بخلافهم، لأنه قال: وأهل البدع يعتد بخلافهم على قولين مشهورين، وأكثر الناس يقولون إنه يعتد بخلافهم إذا كانوا من أهل الملة، فإنهم داخلون في مسمى الأمة والمؤمنين. أولا قال رحمه الله مبينا من أن قوله يقولون بصيغة التمريض وليس ترجيحا منه، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يمكن أن يقصد بذلك الرافضة، لأنه لو قصد بذلك الرافضة فهم لا يرون صحة شيء إلا بإمامهم المعصوم، وإمامهم المعصوم مختفي، فكيف يرون أنفسهم أنهم داخلون في هذا الإجماع؟ ثالثا تنزلا أن هؤلاء أتوا ببدع غير مكفرة لم تخرجهم عن الدين، فلا تدخل فيه الرافضة ومن لديه بدعة مكفرة، وإنما على كلامي هنا قال بدعة يعني غير مكفرة، ما زالوا في ملة الإسلام. ولكن مما يتبين من الأدلة الأخرى أن هؤلاء غير داخلين، لقوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا ينعدون خيارا. الله عز وجل نهى أن يقبل قول الفاسق، فكيف برأيه؟ فربما يأتي مبتدع يدعو إلى بدعته ويكون عالما، فيكون خلافه خارق للإجماع، فيأتي عالم ربما بحديث هو ليس ثقة في تثبته، وكذلك يدعو من خلال هذا الرأي إلى بدعته لو قيل بهذا القول. والإجماع يختلف عن الاجتهاد، ويختلف عن قبول رواية، هذه لها شأن آخر، لكن الإجماع لو قيل بهذا القول لترتب عليه أن الإجماع ينخرق برأي مبتدع يدعو إلى بدعته ويغالي فيها. ولذلك قيد بعضهم فقال في تفسير الإجماع: اتفاق العدول من مجتهدي هذه الأمة في عصر بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي غير مسبوق بخلاف مستقر.